حمدان، اهلا بك وبالساده الكرام المشاهدين اينما كنتم، اسعد الله صباحكم بكل خير. لا شك مركز امراض وجراحه القلب حمدان يعتبر اهم الركائز الصحيه على مستوى منطقه المدينه المنوره، اذ يعد هذا المركز الذي يعمل على جراحه وعلاج امراض القلب بجميع فئاتها، للفئات العمريه الصغيره حديثي الولاده حتى كبار السن. هذا المركز حصل طبعا على الاعتماد الخاص من قبل الاعتماد الامريكي كاول مركز قلب على مستوى الشرق الاوسط، اذ ياتي بتجهيزات عالميه ضخمه وايضا بكوادر يعني تم اعدادها وتاهيلها بافضل وجه. كما تشاهد حمدان والساده الكرام المشاهدين، اتواجد معكم بهذه الغرفه الخاصه لعمليات القسطرة التي تم تدشينها مؤخرا من قبل المركز لتخدم اكبر شريحه ولتساهم ايضا في تقليل اعداد الانتظار. سوف اخذكم في جوله عن هذا المركز وما يتم داخله مع ضيفي وضيفكم العزيز الدكتور فيصل الناصر، وهو مساعد المدير التنفيذي للشؤون الطبيه والفنيه بمركز امراض وجراحه القلب. دكتور فيصل، اهلا وسهلا بك. يعني نتواجد في صرح طبي عالمي يخدم أمراض وجراحة القلب لجميع الفئات العمرية. حدثنا في البداية عن هذه التجهيزات التقنية التي نتواجد في هذه الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة احنا المركز فتح يعني يستقبل المرضى من عام 2011، وكان كثافة المرضى عالية، فكان في من الخطة اللي احنا واضعينها للمركز انه يكون في توسعة للمركز يعني لكي يستطيع انه يخدم جميع المرضى الموجودين في المنطقة، وخصوصا اننا احنا يعني نغطي المنطقة، جزء كبير من المنطقة الشمالية ومنطقة المدينة كاملة، ويعتبر مركز المدينة مركز القلب في المدينة المنورة من اكبر مراكز القلب على مستوى المملكة، تابعة لوزارة الصحة. دكتور، دعنا نأخذ الجولة ويعني نشوف هذه التجهيزات التقنية، لكن دعنا نتحدث بلغة الأرقام قليلا. ماذا عمل هذا المركز في السنة الماضية 2021؟ احنا في 2021 الحقيقة تم عمل اكثر من 3600 قسطرة. كانت القسطرات العلاجية في حدود 2600. كان دائما القسطرة تكون التشخيصية، بعد التشخيصية يكون ثلثها للعلاج، ثلثها للتدخل القسطرة، والثلث للجراحة. لكن مع التقنية الموجودة الحديثة اللي وفرت في المركز، أصبحت الحالات اللي نسويها للقسطرة أكثر بكثير من التشخيصية. فدائما الحقيقة الحالات بتتسوى قسطرة، وبعدين على طول بيكون فيها أشياء علاجية، سواء عن طريق تدخل القسطرة أو العلاجية أو عن طريق الجراحة. إذن يعني بينما نحن في هذه اللحظة حمدان والسادة الكرام المشاهدين، تجرى عمليات دقيقة داخل هذا المركز المختص. وربما الآن أخذكم يعني بجولة أيضا في أحد غرف القسطرة المجاورة التي تجرى بها الآن عملية القسطرة لطفل صغير، ونأخذ أيضا الحالة الصحية ونتابع معكم عن كثب أبرز ما يحصل داخل هذه الغرف. دكتور، يعني نتواجد في الغرفة التي تجرى بها المراقبة على العملية، وربما العملية تدار في هذا الجانب من الغرفة. ماذا يحدث في هذه الغرفة؟ الله يبارك فيك، احنا هنا تقريبا سوينا تقريبا اكثر من 650 حالة قسطرة علاجية لمصابين بجلطات حادة، وانقاذ حياتهم، وتعتبر انقاذ للحياة في هذه الحالات. بالإضافة الى انه تعرف في منطقة المدينة منطقة كبيرة، وعدد السكان حسب البوبوليشن اللي منشور، الأطفال يشكلوا نسبة عالية، فكان وجوب عندنا يكون في مركز للعلاج والعناية بالأطفال. فإحنا الحقيقة عندنا القسطرة القلبية للأطفال، ويجروا جميع العمليات اللي بالقسطرة والجراحية المعقدة. دكتور، يعني جراحة الأطفال سواء للقسطرة أو القلب المفتوح، يعني ربما أنها جراحة دقيقة وعملية تأخذ وقت كبير، ما هي نسبة النجاح ولله الحمد في هذه المركز لهذه العملية؟ والله احنا الحقيقة تعرف انت كل شيء اذا تم تجهيزه بالطريقة الطبيعية الممتازة وعمل او تعداد الكوادر القادرة على عمل العمليات وإتاحة الإمكانيات
لعملها غالبا انه يكون في الافرج العالمي ولا نقبل بانه يتعدى. الحمد لله احنا عندنا الافرج في خطورتها اقل من الافرج العالمي، وهذا شيء ممتاز جدا، باقل من 1%، وهذا يعتبر معدل ممتاز بالنسبه لي لهذه الاجراءات. دكتور طبعا ناخذ نستكمل الجوله وننوه ايضا للساده المشاهدين الكرام بانه مركز امراض وجراحه القلب يعني ياتي يعني به ضغط كبير، وخصوصا بان المدينه المنوره تستقبل المعتمرين وتستقبل الحجاج، اذ يتم تجهيز جميع المرضى للذهاب الى العمره وايضا الذهاب الى رحلات الحج وتاديه هذه المناسك وفق ضوابط يستطيع بها المريض المصاب الذهاب بكل يسر وسهولة. نستكمل الجولة حمدان والسادة الكرام المشاهدين داخل غرف العمليات الخاصة وأيضا في العناية المركزة المتطورة التي تقدمها وزارة الصحة ممثلة بمركز أمراض وجراحة القلب المدينة المنورة. نتواجد الآن في قسم العناية المركزة حمدان، هذا القسم أيضا الذي يضج بالعديد من الكوادر الطبية المهنية المحترفة. دكتور فيصل، علنا نبدأ من هنا، وأيضا تجرى عملية جراحة قلبية داخل هذا المركز. دكتور حدثني عن الكوادر الشابة السعودية في هذا المركز. زي ما أنتم تفضلتوا، باعتبار أنه منطقة المدينة منطقة كبيرة، يعني السكان فيها ما يقارب من 2 مليون، بالإضافة للمعتمرين والحجاج اللي حكومة خادم الحرمين الشريفين توفر لهم العلاج المجاني من الصفر إلى كامل العلاج. طبعا وجود القسطرة القلبية يجب أن يكون معزز بوجود جراحة عالية التقنية. فإحنا مرينا تونا بالعناية المركزة المشددة للجراحة، وهي تحتوي على تقريبا 10 أسرة، وعندنا 3 غرف عمليات مجهزة تجهيزات كاملة تعطينا الإمكانية بعمل جميع العمليات. دعنا نأخذ الجولة دكتور ونأخذ التفصيل الرئيسي لغرف العمليات، وتقام أيضا رحلة علاج مريض داخل مركز أمراض وجراحة القلب المدينة المنورة. على المصور يأخذ يعني لقطة من خارج هذا المكان الذي يتم به أيضا إجراء عملية قلب مفتوح لأحد المرضى، نسأل الله السلامة للجميع. دكتور دعني أختم معك هذه الجولة يعني برسالة تطمينية لجميع قاطني المدينة المنورة وأيضا عن هذا المركز المتطور الذي يخدم هؤلاء الفئات. الحمد لله، أنا أطمئن جميع مرضى القلب أنهم اللي يعني يسكنوا المدينة أنه هناك جميع الخدمات من أصغر خدمة إلى أكبر الخدمات متواجدة في مركز القلب. والحين إحنا ما عندنا، بالعكس الآن صرنا نستقبل تحويلات حتى من بعض المدن الكبرى في المملكة، وذلك ما كان أن يكون إلا بدعم ومتواصل وقوي من القيادة لعمل مثل هذا المركز. كما تعلموا أنه مراكز القلب وعلاجات القلب المقدمة للمرضى مكلفة بكلفة عالية، ولا يمكن تحقيقها إلا بمساعدة قوية من القيادة. إذن كل الشكر لضيفي وضيفكم العزيز على هذه المعلومات والإيضاحات، الدكتور فيصل الناصر وهو مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية والطبية بمركز أمراض وجراحة القلب. كما شاهدت حمدان والسادة الكرام المشاهدين عبر هذه الجولة المختصرة داخل مركز القلب المدينة المنورة الذي يسعى لجعل صحة الإنسان دائما في المقام الأول، وأيضا لخلق حلول تقنية جديدة، إذ يسعى المركز إلى التطور بشكل مستمر في هذه العملية الصحية. هذا كل ما لدي بالملف الصحي حمدان، والصور إليك مجددا داخل الاستديو. نتمنى دائما الشفاء والسلامة للجميع. أشكرك جزيل الشكر مراسل الإخبارية الزميل مصطفى عباس، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.